إلى ذلك أكد أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين خالد الخزرجي أن الجميع مع عودة النازحين الأبرياء ونبذ كل أشكال التطرف، مطالبا بالاتفاق على خطط للتعامل مع القوات الأمنية العاملة في المحافظة، كون أن من المعيب علينا بقاء النازحين في المخيمات. احنا اليوم مع كل كلام تم طرحه، مع عودة كل الناس الأبرياء، مع نبذ العنف والطائفية، واحنا نسيجنا ومجتمع صلاح الدين لله الحمد ما عنده مشاكل اطلاقا. علينا ان نتفق ونحط خطوط عريضة ونحط نقاط نتفق عليها في آلية التعامل مع القيادات الأمنية الموجودة في محافظة صلاح الدين كداخلية ودفاع وحشد شعبي. وعلينا نعم نتحمل، وعيب علينا ان لم ترجع الناس الابرياء، عيب علينا احنا كحكومه ان لم ترجع العوائل البريئه والناس الابرياء الى ما مناطقهم بعد مرور كذا سنه عن التحرير. اما الكل قاتلت والكل دافعت والكل انطت دماء، احنا متفقين عليها، ما عندنا مشكله. احنا قبل فتوى المرجعيه وقفنا في قضاء الدجل قاتلنا، وفي بلد والضلوعيه وامرلي والعلم وسامراء وبعض المناطق سبب، والله العظيم انا متاكد ولا عيق. الزويه سووا مهرجان، يعني معركه غير طبيعيه، لكن كان الخلل في القيادات الامنيه. انسحاب القيادات العسكريه هي السبب الرئيسي نعم هو هذا السبب الرئيسي. فاذا مشكلتنا مو مشكله المواطن، واحنا فعلا كحكومه بصلاح الدين نتحمل مسؤوليه المواطن، لكن انتم هذا دوركم واحنا معاكم. السادة النواب أيضا يتحملون جزء باعتبار اليوم هم في مصدر القرار وهم في مجلس النواب العراقي. إذا إحنا ما عندنا مشكلة، كل ما تم طرحه معاكم، وإحنا نريد أن يشكل وفد والكل من عندنا يتكلم ما موجود.